حماية المعطيات الشخصية مكرسة في الدستور، الدستور 59 والدستور 2004. إذن هو حق دستوري، وأصدرت تونس منذ 2004 قانون لحماية المعطيات الشخصية، والهيئة موجودة من سنة 2008 أواخر 2008 وبدأت تشتغل في 2009. 50% من التوانسة ما يعرفوش معناها حماية، ما معنى حماية المعطيات الشخصية، أو مش معناها مفهوم معطى الشخصي. 55% يعتبروا أنها غير محمية. 88% من التوانسة ما يعرفوش أن هنالك هيئة موجودة إلى جانبهم لحماية حياتهم الخاصة. لكن شو يقول النص القانوني؟ يقول هي هيئة تحت إشراف الوزارة المكلفة بحقوق الإنسان. هنالك مجلس يجتمع لأخذ القرارات حول الملفات وكل ما يصدر عن الهيئة، مكون من 12 ممثل، إما عن السلطة التشريعية، والسيدة فريدة العبيدي تمثل السلطة التشريعية، وفما قضاة خرين، إذن فما من يمثل القضاء العدلي والإداري، والسيدة ألفا جيراس تمثل المحكمة الإدارية، وهنالك ممثلين عن الوزارات. هذا يكون أن التركيبة الجملية للمجلس هما 15 شخص. دونك نخدموا بالإمكانيات البشرية اللي كنت نتحدث عليها. اسكو معناتها هيئة يعني بخطورة المهام نتاعها اللي كان يتحدث عليها السيد الرئيس، يعني تجم تقوم بالأعمال هذه بدون حتى معناتها أعوان، معناتها قارين ويعاينوا ومختصين في المجالات هذه. لا يمكن أن ننشئ ونبعث مؤسسات وهيئات ولكن في حقيقة الأمر لا نوفر لها الإمكانيات المادية والبشرية لتقوم بدورها على أحسن ما يرام. جانا ملف آخر مع عند أحد الوزارات، أنت على أساس فما شبهة في بعض الجرائم المتعلقة بحماية المعطيات الشخصية، نظري ما عنديش إمكانيات باش نوليو معناتها عبارة باش نوليو كروا دو ترانسميسيون باش نحيلوا الملف للسيد وكيل الجمهورية فقط. احنا راهو ما نحبوش هيئات كرتونية، ما يكفيش أن ننزلوا في الدستور العديد من الهيئات على خاطرنا باش نضهيو الدول المتقدمة.